السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله ربكم وامتثلوا لأوامره واجتنبوا نواهيه، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، وحينو الشيخ النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن شرنض إلهي سبحانه وتعالى وكهر إليه وحيابا نفت أي كراهية ستو أي دبستو امتحانا للعباد سقو إلهي أدومي سيمتحام يوكال ساري نارتنا إلهي سبحانه وتعالى إنو كهر إليه وحيابها أن فبضاً يجعليهين. إلهي وحو كتابك سيدنا وقشاقي أن النفس لأمارة بالسوء، ضبعيق النفط إنو يهي صلاحان إنو حمان فرطوه عدة يكترتو وحواقعية والدريمية نفط وحا إلقب سطوي قبطنتو إنو يكو أدكتهاي إنو يكتكتو سيهات إلهي فضل قيسي الرحمة دي سوحا كميدا إنو إلهي سبحانه وتعالى إنو الشاقي الرمي نقو عاوين يو إنو كالمين ايا وحانو إلهي تعالين الراليان وكاهين وحا تشند اللقوة ايا نارت اللقو قليو إنو نصفضو قطقنو الرمي سوحا كميدا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفك الشيء إلهي درادي وغتها وينين إلهي وينين أيو تعيل إلهي سبحانه وتعالى وتعيل إلهي وقانسا إلهي أمر كيسا وهو قانسا ميو دونس ودون أي إلهي رأليها عنشي سيا محبة دي سيا جنة دي سا إلهي سبحانه وتعالى وحيو قبدلا وحيو كتغي وحيو خير بدن الدون إيا آخر بان. لبدا الصحابي الرابو قتادي أبو الدهماء وحيان لو صحابي او سفر بدن وحيكو الرمان مري سفر هايان نين اي لكل مين يحديث وشاقي قال اتينا على رجل من اهل البادية وحانو صوم الرين الرمية فقلنا له هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه الرسول كانت كم قشي متشرا سيحديثك الروايات كيسا كم وقتا نكا ريرميغا يا نبي عليه الصلاه والسلام ويكلمين رسول كنا وحسيي تلااد ونفع بدن وقيمه بدن نكا سوحيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انك لن تدع شيئا لله الا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه احمد باسناد صحيح. وحن مغلي رسولك الهي اوله شيء كستود إلهي درادي وغتكتو إلهي سبحانه وتعالى وحكوه بدلا شيء قاس متكاغ خير بضنب إلهي سبحانه وتعالى كوه بدلا سيدة أولي بن القيم رحمه الله وحنغن كروحة إلهي وكوه بدلا وحلتين سيولان نوعا كياد إلهي درادي وغتكتو حول حاران بد إلهي درادي وغتكتو وعدعي كرت إلهي نكوه بدلا حول حلالة وحكى لو دعي كرتا وحد إلهي درادي وغتكتي حارانا أما مباح بقى إنو إلهي سبحانه وتعالى كوغو بدلو وحكى النوع دول وحاوغو قال السنة وحا إلهي درادي وغتكتي إلهي وكوغو بدلا والأنس بالله وإنو وهلكاغو إلهي سبحانه وتعالى نغضو ومحبة إلهي وين انتي سو قلبي قاقا عمرتو ونغطا الدون إيمان قلبك سين تقلي فرحد يد الجناشو أرنت نوع عاسية كدحلي وحيابا وقوة وين إلهي أدومها وقوة بدلو حد راد يا يقتقال وحكم إذا الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفك إلهي سرتاقي سحصوصته ومالك يا موقف كاد كويني قلبي سوكسو حاضره وتاسيناي صابت النفطين وكريب وحايدوني سي الهيان وقلين شندا يا هويجي سنقطها
أيها المسلمون عباد الله، وحين أشهد أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدا أي تشندو الدنيا دنو قيمة بدن تاي بلا أن لو قرب لك كريم، ولا الآخرة خير وأبقى. نبي عليه الصلاة والسلام وحيري مدكين تشيد الكيسة انت وديغو اي تشندا كميدا يا الدنيا دي وحيا لك خير بدن كوناك بدن كنفع بدن كراحة بدن. ذرة مما في الجنة خير من الدنيا وما عليها، سوري بن دقيق العيد رحمه الله تعالى. شيء غير اتشنادا كميدا ايا الدنيا دي وحيا لك خير بدن. إلهي سبحانه وتعالى وحان كو اوغولين دراد ان ادو تغتو وحيابا كو بدلي او قيمها بدن جنادا ايا كميدا. تصالي البدن بإلهي كتاب كيسا إنوغو شاقي يقصوين إنوغو ديري قلين إياه وحنفته إنوهي تعاشها حلال بها النغضو، لكن نسيتشين يوحي إلهي إنوغو واتشبيي إنو إلهي دراد دوغة تقنو إن راحة النفطة إيا راعستها وداد يدون استيدا إلهي دراد ديا إنوغة تقنو. إن وحا إلهي إنو ديدو إنك حاران تيمي إلهي دراد ديا إنوغة تقنو. فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوم كيس وحي عابدين يا شركي جاي سمين يين بو إلهي درادي وغتيجي توحيد كايو كدورتي أهل كيس يا قرابتي سيادت كاي سجرنا يين حوله سي يا وحي وشعلا أيو إلهي درادي وغتيجي. إلهي سبحانه وتعالى محوق بدلي رفق صالح حدد وناكسن أولا نولاده أولا صاحبه ذرية طيبة أولاد وناكسن وأنبياء إلا كوة ووغل بادوها أي إلهي سبحانه وتعالى أنبياء وكردق أبو الأنبياء أبوها. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا له من رحمتنا لسان صدق عليا. إلهي سبحانه وتعالى وحيري مركو كفو قادي إياغا يوحي عابودا ينبوا مشركين تي إلهي درادي وقتقي وحانوهي بين نبوري إسحاق وإنن كدالي إيا يعقوب أو أبو إساقوها وحاكلو إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي إنو نحريس دي سكومن نيستي إساقا إيا درية دي سيبا مقع في عن إيا أمان أدوية دوشي دوري. وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وقف دل يرى وشهوة دي سواي حوق بدن تهي وروحي دو مركاها يقولي قو كل النولا قبر بقورة أي دماع عدي ميشان عدك لتشوغين الباب بدي أي حردي أي وقوها انشبتي وحا يدوني سهدو فلين وإن لحردونه. إلهي سبحانه وتعالى درادي بوغتك وحي نفطو أي تعليد وحو بريرة تشيلكاس ربي سجن وحب إلي مما يدعوني إليه تشيلكان كتشعالي حمانتا يقول يريان ربي وساسول. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وال الربيه وال مصبضي وال حرية وتشيل بالا ديقاي لباتوين فربضن بوادو يدو شهد كسو ماري، لكن إلهي سبحانه وتعالى ما دام ودراد وغتقاي وحي حماية نفطه أي تعليد إلهي سبحانه وتعالى درجة دي سوس الرئيسية في الدنيا إلهي بها سبحانه وتعالى مكنسيه إلهي بها سبحانه وتعالى دولك الدجيه ماشو الضوانة دولك كم دا يدقيه تشيل دبدي رحمة إلهي بها لأي إلهي نكوى محسنين تأجر كودا ما تضيعه. وقال الملك توني بها استخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. نكي بقر كابا يريد الله يقول يا رب مركي وضع هذا الليل وحكويري ما أنت قيمة إيا شرف بذكت إذا كل هذا مد آمين وحو البلو ديبان كراياتاي وحاتاي مد حرية إيا مدح بناني إيا الراحة الدنيا الدشي إذا وقلنا ولانا ياياتاي. إلهي سبحانه وتعالى حال كيسا وبدلي
وهذا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم يقول الدين تودا إلى شنايا توحيد كد داليو شركية كفوغانيا وإلهي إلا الرالي قليو لوحيد كد داليا أي إلهي درادو قتقان دات كودي دون يدودي يدل كودي أجعلائن نبي محمد عليه الصلاة والسلام قال انتم مككب حيوح لها والله إنك لا حب أرض الله إلي للك إلهي الكنوج على هيا تاي مكاي ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت هدان دعي لهين داد كان كود دقانيين إصارين إقحيين ولقي مكك مبحين بوري نبي عليه الصلاة والسلام صحابة سنساسي هاين ويت ديقان داد كودي بيت ديقان الدنيا دودي بيت ديقان ودل كودي بيت دقاقين ويهجرودين وإلهي الدراد بيهجرودين فرارا بالدين الله إلهي با سبحانه وتعالى دل كودي وقب الدلي دل كوالاكسن إلهي با داد كودي وقب الدلي دادو كان حريص بضان وكتشعين وكسور دوين بضان والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم كوي علادين يا لدغا لم يا عدادين يا إلهي درد وقتغان وحي وتغان كو إلهي سبحانه وتعالى اولي هي واهل الايمان واهل الدار الهجره ومدينه عده وسو هجروته مسلمين ويجعليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وحي سينيا ولا له ذا سوق حسو هجرودي وحكراهي وقلبي يدبسي قلبي كدريمي انا ويراتي مجرم بل نفتو ذا يكوه الرئيسيني عداد اسكي الهي با عزة وقوب الدلي فقرق يا باهدي الهي با مال وقوب الدلي يا فتوحات ورير فرس يا رير روم ذهب كي في الضدي اي كيل سنيين با وقت عمر بن الخطاب مقالة مدينة لكاني والصحابة رسول رضوان الله عليهم لوق قيبي إلهي باو بدلي وحي إلهي دراد يا وقتقال إنو الرالو كان لغضي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهكذا كل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قف كستو الشيء إلهي آن وتشعلين أما إلهي وحو تشعلا كمشقولين إلهي درد وقتك إلهي سبحانه وتعالى وحو قبدلا وحك خير بضن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لترك ما لا يحبه الله ولا يرضاه ليعوضنا ما هو خير منه لنا وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله وحين لقد بانقف كستوي نقامدي يري وين إن حسابنا نفهين وإن أجنا وحين كوه هذا الله ما إن صمينا أما إن كدقنا إلهي سبحانه وتعالى أن ينوغلين وربي سبحانه وتعالى أن رالك هين إلا السمائي بل إلهي سبحانه وتعالى كعريسيني كدي من نفتينا إن وشاقنا نفت سيتش علي سنيسة إلا عوم وقضو إلا قدم بيان وغن إن هدين إلهي دراد وقتقنا إلهي سبحانه وتعالى إنه قبض لي وحك خير بضل وفك كتقى مكاسبت حارانتا سيابا حارانتا حول الله كسب الله هنغتين لحظه هنغتين لمسوق ماسوق حوله ومدو اي ودلهد هي هنغتين ربا لو شقيست هنغتو حارانه لغا شقيهو سخمر الا يبيو اما ما اندوريا شكل الا مدكا هنغتو قش يا خيانه قفكو انو سميهو في معاملاته للناس معاملات كيسق يا ددك دحمرايه هدي الهي درادي ادوغا تكتو خوفا من الله وتعظيما لله بقي لها تكبقي سوين إلى هدويني سوين إلهي سبحانه وتعالى وحك خير بذنبك وبدلية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فك إلهي كبقاه ومعنى يدو يا إلهي دينتي سكو رقمه
وحي إلهي كوا تبي يسمى وحي إلهي ديدن وديدن كدير هذا إلهي حالات كستو كوا هذا فرج بوجيلي وحانو إلهي أرزاق ذو كينيا ما لانو كفلنا هاي يا رب سبحانه وتعالى وكارزاقية إلهي سبحانه وتعالى وحو كتاب كيسا ينوغوش هاقي وفك حوليه سي إلهي دراد وبحي وبخيلت النمضة النفطة يرنب عال نمضة كبيرا نفطة كلتش هذا وكلت دالة إن إلهي مالك أوقو بدليه وحك خير بدل وما أنفقت من شيء فهو يخلفه ما نقصت صدقة من مال إلهي سبحانه وتعالى وحيري وحد إلهي دراد وبحسان إلهي وحكونا أكسن وكقيمة بضن أيو دين سوى إدارين يا رب سبحانه وتعالى أيو دين كوب الدلية حكوبة خير المرد وحال كسيدا إياهي حقوق دي واجبات كمالك كسارا هديتها هاي سكو يا هديتها هاي نفقات يا مصروف يا كو واجبي يا هديتها هاي دايما لقول لي إياهي وهذا هاي صحولات كو بحين كرتو كبر كو حكم دي صفات كحن قفك إلهي درادي كبر كو قطقة ايان دادك اسكسر رئيسين حقنا ان ردينا اقبل مرك الله شاقه إلهي سبحانه وتعالى وحيو قبت دليا انو سر رئيسية في الدنيا والآخرة قفك دومها كو خلد ما إلهي درادي وعفية إلهي بعزي شرف قبت دليا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الدون كعفية الدومها خلدما إيقفة إلهي عزي شرف بقبدلة الدون ككبر ككفو قادة إذا كان إسكسر رئيسين بل إسوه صيسية وإسوه إسشالبة إلهي سبحانه وتعالى سر رئيسين بوارين تنوع عاسية بقبدلة أيها العبد المسلم نفته ردده ويتعشعي قارهان صلاة الصباح وقت قاكو بيغن هداد ردده إلهي دراد يادو قتكتو وصيد الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام قلت ما الشيطان كقف البو كحرات سكفرته وإلهي أد حسط مركات صوتوست وأدهار قادته وصلاة تكتو هرددي وحك خير بضنب إلهي سبحانه وتعالى كوكو بالدلية النبي عليه الصلاة والسلام وحيري أصبح نشيطا طيب النفس وفك السيدة أيالا هرددي سإلهي درد وكعاه وحواق أبريا سقوى قفر فرعون وحتى الدنيا دي سحلاشا كشقي سنكرو طبعا كرا وحا إلهي وقب بدلا طيبة النفس دبع عدو ناكسا يا قلبي الدقن يا ربي سبحانه وتعالى وقب بدلا وإلا أصبح كسلان خبيث النفس هدوه رددا كدور تسلاة إلهي سبحانه وتعالى وحاوكو أبا المريا إنو نغضوق في وحسنية ومصالح دي سدينة دي الدنيا لبدبك وحسنية إلهي سبحانه وتعالى وحي وقب بدلا إنو نقضو قف نفتي صحيح حنطي عريسا دي قديسا دبيعة حن ضد كان لرغم كريم والصلاة دي صوم كهداد إلهي دراد وصومته إلهي وحكو وقب بدلا يا باب الريان في الجنة الباب كقف كقلا صائمون تمارا كقلا كوا صوما أنا ولقي هالرادة هين كسورة سبحانه وتعالى وحكو وقب بدلا الحد مركو كوكو واجبه هداد إلهي درادي وحجيده وحول تعيلك إلهي درادي هذا قتكته إلهي سبحانه وتعالى وحكوه بدلي الله دم بقاقو ضعفة يا أرساق ذا ذو بلارية تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد حجك يا عمرة ذا هكذا تشوتشي نبري النبي عليه الصلاة والسلام وهي وحي ماشا كساران دنبقا إيا فقرقا حجك فقرقا لسكا قدوية إلهي با حولاتكو حجي دي حولاتك بضلو كفية عن كوكو بدلائي إلهي با كوكو دنبق دافعي سيدا بير تمرك الله كولو لأيو وحيابا عن بير أهين الله صعدا أو قداتان سعيد دي وحيابا نحاس دي وحيابا كله إلا متكاه أيها العبد المسلم سؤال شددك يبريدو ده هداد إلهي دراد دي وقتكتو إلهي سبحانه وتعالى وحو كوكو بدلا يغين النفس غني نمذا النفط يردور صونان ومن يستعفف يعفه الله نبي عليه الصلاة والسلام وحوري وفك النفطي سكولد دا لردور صونان
يدد كينان وبرينون وحبوا يدي سنون وشحاد إلهي با سبحانه وتعالى دور سونيسية وحو إلهي كوارزاقه وحو ددك كغمارمه وسؤاشو ديينو يغا ودو اللوبه إنو كمارمه معاسي دا قودهان حاران ودن هداد إلهي دراد دي وغا تكتو إلهي حكوكو بدليا وحكاق خير بدن في الدنيا والآخرة. نبي عليه الصلاة والسلام حرساب داود وري أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وحن دمين وقاها يقفك مرنك إلهي دراد وقتك إساوك سحسن بها هذا قريك يا الله دافها تشند وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا قريك تشند برتن كيدك يا الله دمين وقاها قفك بينت كتك ولو ميت كفتم يا وهلغو وبين الشيغان قصدنه وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وحن دمين وقاها يقوري تشنده هلك أسر رئيسة كيال قفك الدباء عد حمده يا أخلاق ده أنه وناكسنين إلهي الدراد وقتك والدبعي يا أخلاق وناكسن نفتيس كل الددالة وإياش وحين وشيغان محمد عليه الصلاة والسلام سيد بخاري مسلم باي وريين من حديث أبي هريرة انت الضبط الله تشنين يا وكميد يا رجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال نين الحمان ويا دي قبض قروح يدرج الله وضع عليه فقال إني أخاف الله يعدك ليدوان الحمان تاكعي لنهين أي إلهي سبحانه وتعالى حصصت إلهي بان كبق يا بوله إلهي الدراد بان حمان تاكعي إلهي وحيو قبض لي لذذا أمام عانسك حاران تاه عابر كي مركب دافية إنو إلهي وهريه هركيس يوم القيامة مالين تقول رحد الله سورة ويهو كليل كيدا يرددد كاي صوابتي خلايق دا قار يكو قرقميان قار فربضان وكلانا معورتون أي ليهين واتصاليال إنو موچين أي قفك إلهي دراد وقتقا وحانو إلهي سبحانه وتعالى تعلين أما مباح بها النقضي وحوحي إلهي وتعلاك مشقولين أي إن إلهي وبدلي وحك خير بضان مباح واحد صالوا النبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وحولها فرد فر بدن عصر قاب بالسوم مري قروح له السد وداوني بكم مشقولين صلاة دي مغرب أساسي كلها فطي صوت وبوري فرده دمان توت بقول لي ما دام هاي صلاة دي قام مشقولين هاي سن ما يبود حيل هاي سبحانه وتعالى وجو بدلي دبايل دبايل يا فرس كبار ديري شيكم ترى دبايش فرس كدارس دبايل قاديسة وماشى ودونيه البرقسية كجيريس تاسو إلهي سبحانه وتعالى وجو بدلي إلهي سبحانه وتعالى كبرينا يوفقنا لكل خير وأن ينجينا من كل شر وفتنة وأن يعوضنا ما تركنا لأجله خيرا منه في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.